اهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني على مدار الساعة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع مهم، موضوع حيوي، وهو موضوع بعض الشك، بعض القلق، وبعض الوساوس التي تصيبنا كلنا في بعض من ثوابت الدين. وطبعا فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة أجاب عن كثير من التساؤلات اللي بتدور في أذهاننا. جالنا تساؤلات على صفحة البرنامج الخاصة على موقع الفيسبوك، اسمحوا لي أن أنا أقرأ عدد من هذه التساؤلات. اسمح لي فضيلة الإمام فضل. أن حضرتك يعني تجيب لنا عن بعض من هذه الأسئلة. مشاهدينا، احنا النهاردة طرحنا على حضراتكم السؤال، وهو هل انتابتك نوع من الحيرة والسؤال في أي من ثوابت الدين؟ والإجابات اللي جات لنا أو المشاركات اللي جات لنا على صفحة الفيسبوك كانت كالآتي. أول مشاركة باسم إيمي آرت قالت بصراحة وخاصة في موضوع الحجاب. مشاركة تانية تحت اسم ورد المسا، ليس بثوابت الدين ولكن في بناء الكعبة المشرفة، لماذا بيت الله مصنوع من حجر وليس من الجواهر الثمينة؟ هذا خاطر راودني أثناء رؤيتي للكعبة. الأستاذ مجدي الشربتلي بيقول في موضوع المسير والمخير بكل جوانبه. الأستاذة رشا العشري بتقول الحقيقة يا مولانا والحديث لحضرتك، بعد ما عرفنا أحاديث كثيرة كانت منتشرة ومشهورة وعرفنا أن هي غير صحيحة، لم نعد متأكدين من الصواب والخطأ، والقرآن الكريم لم يذكر كل شيء وتكمله السنة، فمن أين لنا أن نتأكد؟ الأستاذ محمد عبد العليم بيقول قد تكون قضية مختلفة، ولكن في الطفولة عندما كانت تعرض صور الجهاد في الإسلام في المناهج كانت مختصرة لدرجة التشويه من ناحية الهجوم المسلح والجزية، حتى شرحها لنا الشيخ الشعراوي ثم شرحها فضيلة الدكتور علي جمعة لهذا الجيل، نتمنى أن تعاد الصياغة في كتب الدين. الأستاذ أحمد رجب بيقول لا أنكر ورود بعض من تلك الأسئلة على عقلي، لكنها كغيرها من الأسئلة أعتبرها دليل على استمرار نشاطي العقلي، وبالتالي دليل على وجودي بالكون وتواجدي بين البشر. مشاركة تحت عنوان لودي دودي بتقول كثيرة هذه الأسئلة لما الواحد كان صغير وما كناش بنلاقي رد لأسئلتنا. فدي بعض من الأسئلة اللي جت على موقع الفيسبوك. هناك أيضا سؤال له علاقة بالحلقة جالنا عن الاس ام اس، بيقول هل السؤال عن الموت حرام لو أن سبب الموت لم يكن موجودا وقد علمنا ديننا أننا نأخذ بالأسباب؟ دي عدد من المشاركات فضيلة الإمام اللي لها علاقة بالحلقة، وكنت أتمنى من حضرتك التعليق عليها. إذن نحن نحتاج إلى سبع حلقات وربنا يعين إن شاء الله. فهنا بتسأل عن الحجاب. قضية الحجاب هي مبنية على وجهة نظر موجودة في الإسلام، وهي أن المرأة مصونة وأنها يعني جوهرة من الجواهر أمرها ربها، مش إحنا. أول ما هتفتكر إن إحنا اللي أمرينها هتختلف الأمور، إحنا ما أمرناش حد وما احناش عايزين اصلا ان احنا نأمر احد، لان الامر والحاكم هو الله سبحانه وتعالى الذي قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فرض على الرجل ان يستر ما بين سرته وركبته، وعلى المرأة ان تستر بدنها الا الوجه والكفين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فبنسأل فلما فعل هذا؟ فعل هذا لأن المرأة بإرادتها الحرة هي التي تختار زوجها فيما ينظر إليه،
فتكشف بقى عن شعرها وتريه جمالها وكذا إلى آخره، بس بإذنها هي. دي فلسفة المسلمين. يجي واحد تاني بتقول لي طب أنا عايز أكشف كل جسمي لكل الناس، خلاص انت كده بس في أمر إلهي انت ما بتعمليهوش، يعني أنا منش ليا سلطان عليك. هي القضية كلها أن الله سبحانه وتعالى أرشدك إلى الأفضل. وبتقولي هل أنا لما أكشف راسي ولا أكشف كذا إلى آخره كفرت؟ لا ما كفرتيش، لكن ده حكم من أحكام الدين ودي معصية إنك تعملي كده. واللي بيرتكب معصية ما بيكفرش، لكن اللي بيرتكب معصية بيرتكب ما يؤدي في يوم القيامة إلى الآثام. وربنا قاعد يشرح لنا ان في يوم اخر وان في حساب وان في ثواب وان في عفو ورحمه وان في عقاب وان في عقاب مؤقت وان في عقاب دائم وان في ثواب دائم وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى مفصل لنا هذه الكيفيه وكيف تكون المساله دي كلها مع بعضها. هنسال عن الحجاب، بل لازم نعرف انه حكم من الاحكام اولا ابتداء، واننا لم نفرض على الناس شيئا لان ان الحكم الا لله. فبناء الكعبه لما كان لم يكن من لؤلؤ ومرجان وكذا الى اخره. الكعبه قداستها مش في قيمه الاحجار ولا قيمه اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضه، الكعبه القداسة بتاعتها روحية، أنها محل نظر الله. ومحل نظر الله مش ضروري يبقى اللؤلؤ والمرجان والماس وكذا إلى آخره. وفي حاجة تانية، حكمة تانية غريبة شوية، وهي عدم كسر خاطر الفقراء. وربنا قال أنا عند المنكسرة قلوبهم. فإخوانا لما هنبني الكعبة دي، على فكرة احنا ممكن نبنيها، احنا معانا فلوس نبنيها باللؤلؤ والمرجان وطوبة ودهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وماس ولازورد وكل حاجة. لكن بعد ما هنبنيها البناية دي، يعني ليه كده نكسر خاطر؟ ثم ان القداسة بتاعتها جاية من تمنها بقى؟ لا، القداسة بتاعتها روحية جاية من أنها محل نظر الله إليها. تمام. ولذلك لما أبرها جه وبنى الكعبة بتاعته بناها كده، بناها من ياقوت ومرجان، من ياقوت ومرجان وبتاعه مش عارف ايه، لم تبقى وراحت واتنهبت واتسلبت وكذا إلى آخره. ليه؟ لأنها ليست محل نظر الله سبحانه وتعالى. قضية المسير والمخير نعمل لها حلقة، علشان الله سبحانه وتعالى الحقيقة انه سابنا مخيرين فيما هو نحن مخيرين فيه. عامل زي النملة لما نحطها على الكورة ونقول لها سيري كيف ما شئت، هي هتسير كيف ما شاءت، يمين شمال فوق تحت، لكنها على الكورة. كنا نحن على الكورة الله سبحانه وتعالى ما بيحاسبناش عليها، فمش هيقول لي انت اتولدت ليه في السنة دي، انت عشت قد ايه وليه، انت ليه كان ابوك وامك هم دول، انت ليه رزقت في الوقت ما حدش هيسألني عن كده. انما هيسألني انت صليت ولا لا، عملت الخير ولا لا، اذيت الناس ولا لا، هيسألني عن كده الحاجات الاختيارية. انا كده شايف بدون اي فلسفة ان حد بيرغمني على الصلاة او بيرغمني على عدم الصلاة، ما حدش بيرغمني لا على ده ولا على ده، يبقى مخير. كنا ان الله خالق بقى، ما هو خالق على فكرة، ايه حقيقة كده، ايه التعارض في كده انه خلقني وتركني مع اختياري، لكن هو الخالق، هو الخالق للدنيا وهو الخالق للكورة وهو الخالق للنملة وهو الخالق للأوامر وكل حاجة، ولكن سابني بقى باختياري إما أعصيه وإما أتبعه. التأكد من السنة، لو عرف المجهود اللي اتعمل في السنة ما كانش هيتشوش عليه بالكلام اللي هو الفاضي اللي بيطلع ده. أنا
شايف برنامج في احدى الفضائيات بيهجم على السنة، كل كلامه غلط. واحد اخ مهندس وبيهاجم السنة، لكن هو فاكر روحه صح، لانه مش عارف لغة، مش عارف تفسير، مش ويقعد بقى يقمش، ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا علشان يقول ان البخاري غلط والمسلم غلط وده غلط وده غلط. لا، ما فيش حديث في هذه الكتب الصحيحة، وما فيش حديث بصحة معينة، بل والضعيف أيضا بنأخذ به في مكانه بطريقة بقى علمية معقدة شوية. فحضرته راح هادم كله ده وقال لك خد الأعشاب دي وبطل الأنسولين. بالظبط زي ما بنتكلم على البخاري ومسلم، على كل حديث صحيح، على كل حديث صحيح. كل حديث صحيح. وبعدين ايه اللي بينعوه على الاحاديث الصحيحة؟ اقعد اتفرج يا استاذ مفيش ولا كلمة صح. ولذلك انا اقول لو ان الله وفقه كان علمه، لكن ده مفيش توفيق، ولذلك ما تتشككش في السنة. نعم. طيب فضيلة الإمام، تسمح لنا ناخد بعض المداخلات الهاتفية؟ تفضل. خلينا نبتدي بالأستاذ حسن. تفضل يا أستاذ حسن. أستاذ حسن معنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم ولشيخنا الجليل الصالح التقي النقي الدكتور علي جمعة. الله يبارك. سمعت مقولة من فضيلة الدكتور علي جمعة جميلة جدا، وهو يقول النبي بيحبنا علشان بنته عندنا. نحن الآن بصدد إن شاء الله الاحتفال بمولد سيدتنا الكريمة سيدة زينب. نحن نريد من فضيلتكم تلقي الضوء على عبقرية سيدتنا سيدة زينب ولو باختصارش. لكم كل التحية. شكرا. أستاذ حسن معانا على التليفون. أستاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ عمر. اولا انا احب اولا اقدم يعني او ارحب بفضيله الشيخ الاستاذ علي جمعه. انا بس كان عندي سؤالين كنت عايز اسالهم. السؤال الاول، انا بس كنت من فتره كنت اقتنيت كلب بغرض الحراسه. فلما انا اقتنيت الكلب بغرض الحراسه دوت، لما انا النهارده اهتم بيه واعتني بيه، هل ده اثاب عليه ام لا اثاب عليه لكون الكلب حيوان نجس؟ السؤال الثاني، ما هو فضل صيام الثلاث ايام الجايين بتوع شهر رجب؟ تمام. اشكرك يا استاذ عمر. هناخد استاذ مبارك من الكويت. تفضل يا استاذ مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا فندم. حياك الله. اهلا هو وسهلا. سؤال لا يرتبط بموضوع الحلقه بقدر ما يرتبط بفضل الشيخ علي جمعة. تفضل يا فندم. تفضل. هل صوتي مسموع؟ ايوه سامعين. نعم. حضرتك تفضل يا فندم. جزاك الله خير. صراحه في الكويت خصوصا عند مشايخنا الافاضل يعني اصابتنا الدهشه حين تعرض فضيله الشيخ علي جمعه في احد الجامعات للاساءه اللفظيه. وهذا ما دعانا في حلقه نقاشيه في احد الدواوين، والدواوين هي يعني مكان يجتمع فيه عامه الناس لطرح المواضيع الاجتماعيه والدينيه والسياسيه الى اخره. في الكويت تبنى بعض المشايخ الأفاضل أمثال فضيلة الشيخ علي جمعة مشروع تأهيل المنحرفين فكريا، وخصوصا من اتجهوا للجهاد الخطأ في أفغانستان. فلم تقم حكومة الكويت في مساءلتهم وعقابهم في السجن بقدر ما أدخلوهم في مراكز لتأهيلهم فكريا. وهذا ما نأمل من فضيلة الشيخ تعميم هذه التجربة في مصر الشقيقة إن شاء الله. وجزاكم الله خير. شكرا سيد مبارك. مبارك. معنا أستاذة سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايزة أسأل الشيخ يعني عن الأفكار اللي ممكن تيجي للإنسان هي ما بتتعلقش بالشك واليقين، هو الإنسان ده يعني الحمد لله مؤمن، بس تتعلق بمثلا تشويه صورة الحاجات الجميلة أو الدين أو القرآن أو كده. يعني هل الأفكار دي بيحاسب عليها الإنسان أم الأفكار دي وسواسة من الشيطان؟ تمام. أستاذة آية من السعودية، تفضلي يا أستاذة آية. أستاذة آية معنا؟ طيب ناخد أستاذ وائل، تفضلي يا أستاذ وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انت عايز اسال ثلاث اسئله سريعه كده. هل يشعر الموتى او يسمعون بزوارهم من الاحياء ولا لا؟ وافضل عمل في عصرنا الحالي كصدقه جاريه للمتوفي؟ وهل ينفع ان انا احدد يوم في الاسبوع مثلا زي يوم الجمعه لزياره المتوفي ولا ده هيبقى كتير؟ شكرا. شكرا يا استاذ وائل. طيب فضلت الامام استاذنك نبدا في الاجابه على الاسئله. السيد حسن من حبي في اهل البيت رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وعلى فكره اهل البيت في القاهره او في مصر بلغوا 40، فمصر استقبلت اهل البيت الكرام وعلى راسهم السيده زينب الكريمه. وهذه المقوله للشاعر شاعر اهل البيت عباس الديب، اصل النبي بيحبنا اكمن بنته عندنا. فده ده شعر عباس الديب رحمه الله، وكان محبا لاهل البيت وله ديوان كبير في هذا المعنى. السيده زينب كانت من اهل البيت، فكانت وهي اخت الحسن والحسين عليهم السلام، فكانت شجاعة. ولما حدثت مأساة كربلاء وقتل الحسين وأبناؤه ظلما ونجا منهم السيدة زينب ونجا منهم علي زين العابدين ابن الحسين وهو منه النسل الشريف إلى اليوم، حملوا إلى يزيد. ويزيد لما رأى رأس الحسين وقد أخذها ذو الجوشن لعنة الله عليه، فقال ما أمرتكم أن تفعلوا هذا. ولكن كانت السيدة ثابتة وقوية، وهي بين يدي شخص يعني جبار وشخص هو حكم 3 سنوات، سنة منهم ضرب الكعبة، وسنة منهم استباح المدينة، وسنة منهم قتل الحسين. هم دول 3 سنوات اللي حكمهم يزيد بن معاوية، حتى قالوا إلعن يزيد ولا تزيد، يعني وقف عند يزيد ما تلعنش معاوية. فالسيدة زينب حلت بمصر ونورت مصر وأكرمت مصر بهذه الوفادة، ومصر دلت على مر التاريخ أنها محفوظة بأهل البيت وأنها موئل المظلومين والمقهورين في كل الدنيا، وذلك لعزتها وقوتها، جعلها الله هكذا إلى يوم الدين. الأخ عمر بيسأل عن أنه عنده كلب حراسة، فهل يحسن إليه؟ طبعا يحسن إليه، والكلب طاهر عند الملكية، بس يحسن إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطب صدقة. وهم بيقولوا له ألنا في البهائم ثواب وأجر يا رسول الله؟ قال في كل ذات كبد رطب، أدام ليه كبد رطب كده، الكلب، القطة، الفار. وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، علشان كل كبد غنماية أيوة كله ده لنا ثواب فيه، واخد بالك إزاي؟ ومن ضمن ثواب الحبوب وكذا أن تأكل منها الطير وأن يأكل منها الحيوان. وكان سيدي علي الخواص بلغ درجة الولاية لأنه كان يهتم بكلاب السكك، الكلب الضال ده اللي بتاع، فكان ينظف لهم مساء الكلاب. وكان المسلمون من رحمتهم بالكلاب يعملوا مسائي. هذه المسائي كنا نراها عند منطقة اسمها بيت القاضي، ورا سيدنا الحسين، ورا خان الخليلي. فبيت القاضي دي كان فيها مساء الكلاب، شاهدناها قبل إزالتها أو قبل ضياعها أو كده. فضل صيام الثلاثة البيض، هم سمهم طبعا الثلاثة البيض اللي هم 13، يبدأوا بوتر 14-15 عشان القمر بيبقى منور، لأنه بيبقى في حالة التمام، يقولك ده عامل زي قمر 14 يعني كامل يعني. ف13 و14 و15 سميت بليالي البيض، وإنها السلام
يعني جعل هناك فضل للصيام. طيب فضلت الإمام، أخذ مداخلة تليفونية برضو من أستاذ محمد من الكويت. تفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. انقطع الاتصال معنا أستاذ عبد الرحمن. تفضل يا أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا كنت بسأل فضيلة الشيخ علي جمعة. أنا حضرتك تقريبا أحمد بقالي فترة، من أنا مهندس يعني وكبير في السن، عندي حوالي 60 سنة، وزوجتي بتصرف عليا دلوقتي لأن فلوسي كلها نفذت وما عنديش غير المعاش بتاع التأمين الاجتماعي 500 جنيه. أيوة. زوجتي بتصرف عليا من شهر أغسطس اللي فات، شهر 8 السنة الماضية. فهل بتعتبر صرفها على البيت ممكن يبقى نوع من انواع زكاة مالها؟ ده سؤال نمرة واحد. تمام يا فندم. في سؤال تاني يا استاذ عبد الرحمن؟ كنت احب اكلم فضيلة الشيخ في موضوع شخصي، وامكن اخد رقمه او حد يكلمني من طرفه. طيب استاذن حضرتك الزملاء في الكنترول ياخدوا رقم سيادتك ويقدروا يتواصلوا مع حضرتك بعد الحلقة. معنا أستاذ إبراهيم على التليفون. تفضل يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم معنا. ألو. تفضل يا أستاذ إبراهيم، سامعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وسلام على الدكتور العظيم. أهلا وسهلا بكم. وعلى أحسن من أفتى في العصر الحديث. الله يخليك يا أستاذ إبراهيم. تفضل سؤال سيادتك. وأنا زميل له في كلية التجارة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. اتفضل سؤال حضرتك. أيوة. سؤال حضرتك يا أستاذ إبراهيم. قاعد في لندن، أنا قاعد في لندن جاي زيارة هنا، عندي سكر بقاله 40 سنة، بيجي لي سلس بولي، فما بقدرش اتوضى لاني يمكن اغير 5 مرات لثمان مرات. فماذا افعل حتى اتوضى واصلي؟ تمام يا فندم، وصل السؤال. بعد كده معانا استاذ هشام. تفضل يا استاذ هشام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا اسعد الله مساكم وبمسي على فضيله الشيخ علي جمعه. اهلا. انا عندي سؤال من فضلك عن الزكاه. تفضل. انا سمعت احد الدكاتره الافاضل من كليه الازهر بيقول ان زكاه المال، ان انت ممكن حسب ما يطمئن قلبك لا تخرج الزكاه الا عن الريع اللي يطلع مثلا، اللي كنت عامل وديعه بنكيه مثلا، فاذا تخرج الزكاه بس عن الوديعه اللي تطلع لك من الفلوس دي، او ما تطلعش الزكاه خالص، او تطلع زكاة عن كامل المبلغ بالكامل مهما كنت وادعو لاي سبب، ان انت يعني حاطط الوديعة دي لسبب اشتري بيت، اشتري سيارة، اشتري اعمل مشروع، اي حاجة. فحابين ان احنا نعرف من فضيلة الدكتور علي جمعة ايه بالضبط الزكاة، ازاي الواحد يكون مطمئن قلبه، وهل تنفع للاطمئنان القلب فقط يعني؟ تمام. استاذة منال معانا ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه منال. ليا سؤال للدكتور. انا ابني عنده ابن كبير يعني عنده مشكله شويه كده، و يعني كبرت معاه لما كبر يعني. اتفضلي يا استاذه منال. ايه المشكله يا فندم؟ هو كان اتعرض لحاجه وهو طفل، وانا ما عرفتش لما كبر يعني، و شوية لدرجة ان بدأت تأثر عليه يعني. هو كان متدين جدا وبيقرأ قرآن وبيصلي وبتاع، بعدين بصيت لقيت بدأ يعني بيقرأ التفسير، يعني لدرجة ان هو كان وابن حلم كان قاعد اول 4-5 سنين في امريكا وبعدين نزل مصر، وكان بيقرأ بالقرآن بالتفسير باللغة الانجليزية يعني، وكان ماشي كويس يعني، بس ما عرفتش المشكلة بتاعته هو طفل الا لما كبر. دي اثرت عليه نفسيا، وبدات بقى تاثير النفسي كمان يدخل في الدين يعني، بدا يقول طب انا ليه كده وليه ربنا عمل فيا كده وحاجات كده يعني، بدا يتاثر شويه، بدا يحس ان هو ما بيصليش، بدا مثلا حتى في رمضان
بدأ أفكار شوية، بدأ أخش على النت بقى ويقرأ حاجات خارجية. يعني حضرتك شايفة أن مشكلته القديمة يعني أثرت عليه دلوقتي وخلته يبعد عن العبادات اللي هو كان مواظب عليها وغيره؟ بالضبط، بدأ يشكي بقى في كل حاجة، يعني بدأ يشكي في كل حاجة. حاسس طبعا ان حضرتك مش حابه تحكي الاصل المشكله القديمه، وده طبعا راجع ليه. بالظبط كده، ابني هيعملني وانا نفسي الدكتور علي يعني يساعدني. انا ما عنديش طبعا الناحيه الدينيه قوي لدرجه ان خاصيت محجبه طيب وحاجه وكل حاجه، بس مش قادر طبعا ارد عليه. انا فاهم يعني حضرتك يا استاذه منال، ويعني فضيله الامام يحاول يرد على حضرتك على قد المعلومات المتاحه. اشكرك يا استاذه منال، يعني ده كان آخر اتصال معنا، ونحاول نرد على الأسئلة. هنعود مرة أخرى فضيلة الإمام إلى الأسئلة اللي احنا كنا سيبناها. كان الأخ مبارك من الكويت بيقول إنه بدل ما نمسك العيال المساكين دول ونحطهم في السجن ونحكم عليهم بالأحكام ونكرر مرة تانية مأساة ما حدث في المعتقلات والسجون ويشعرون بالمظلومية وهكذا إلى آخره، نصحح ليهم الأفكار التي دعتهم إلى هذا الانبهار أو هذا الانهيار، سميه ما شئت. طبعا هذا مأمول، لكن ونريده. ويمكن في تصريحات الآن أن هذا دور الأزهر، وإنه الأزهر أيضا يعمل عليه، ودار الإفتاء عملت مؤخرا تفاهم أو بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، رصد هذه الأفكار المنحرفة وكيف انحرفت وكيف نناقشهم ونؤهلهم ونعيد تأهيلهم للرجوع مرة تانية إلى حظيرة الإسلام، حظيرة الوطن، حظيرة مصر، بحيث أنهم يشتغلوا لنفع الناس ولعمارة الدنيا وليس للفساد وللمفهوم الساذج ده اللي هم ماشيين فيه في الفساد في الأرض من حب بعض القيادات المنحرفة للسلطة. الأستاذ وائل كان أنا عايز بس أقول للأخ مبارك، طبعا احنا بنتمنى هذا، إلا أن مشكلتنا في مصر أن احنا 90 مليون، الكويت 1.2 مليون 2-3 ماشي، ولذلك الناس قليلة والتأهيل معتبر. يعني لما بعمل 15 20 100 أقدر إن أنا فعلا هنا، لكن لما أجي هنا ولاقيهم 45 ألف عايزين تأهيل، أين المكان؟ أين المصاريف؟ أين النفقة بتاعت هذا التصحيح؟ فالقضية بتبقى فيه مشكلة، مش ان احنا ما عندناش رغبة، احنا عندنا رغبة وعندنا ارادة وعندنا علم ايضا، ولكن المشكلة بتاعتنا هي كثرة الناس، ودي هي اللي هنحاول ان احنا نفكر بره الصندوق كيف تحل، لان ليها حلول ان شاء الله نتوصل اليها، ثم نستفيد من خبرة الكويت ومن خبرة غيرها من كل مخلص يحاول. الشام الآن فيها أشياء من هذا القبيل، الإمارات فيها أشياء من هذا القبيل، ولكن أيضا الكويت لها ريادة إحنا بنحييهم عليها ونستفيد منها ونتبادل هذه الخبرات. بالنسبة لسلمة بتقول هل يحاسب الإنسان على الأفكار السيئة اللي بتأتيه وكذا؟ لا يحاسب الإنسان، والنبي عليه السلام قال وعفى الله عن أمتي فيما حدثت به أنفسه، فده من العفو بتاع الإسلام. الأخ وائل بيقول هل الموتى بيشعروا بالزيارات؟ في حديث لا طبعا، حتى غير المسلمين، لما حصل أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر كده اسمه القليب، القليب ده رموا فيه أو دفنوا فيه المشركين بعد معركة بدر، فقال يا معشر المشركين لقد وجدنا ما وعدنا الله حقا، فهل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فقالوا يا رسول الله أسمعونك وقد أرموا يعني ماتوا، فقال إنهم لأسمعوا لي منكم، يعني هم ما سامعين. فالروح في حالة البرزخ بتسمع وبترى، يعني حالة البرزخ دي بعد الموت على طول، الروح بعد ما تطلع من الجسد بيبقى ليها اطلاع
وبتبقى اتحررت من زمنية الدنيا ومكانيتها وأحوالها ونكدها وضيقها ومحدوديتها، فبتطلع على الحقائق. بيقول أحسن حاجة في الصدقة الجارية، احنا دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة في التعليم، ولذلك الصدقة الجارية بنقول ودوها تملي للمباني التعليمية. احنا عايزين مبلغ ضخم جدا للتعليم، 500 مليار منهم 70 مليار للمباني التعليمية. في زيارة المتوفى، وهو يعني عايز اصحح له، الاخ وائل بيقول المتوفي، لا هو المتوفى، لان المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو المتوفى. تملي دي غلطة شيء على ألسنتنا، نقول المتوفي. فزيارة المتوفى كان الناس تزوره ما بين عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، فمفيش مانع أنه هو يروح كل يوم جمعة يزور المتوفى، ولكن إذا كان عزيز عليه، أمه أبوه كذا، يحاول يخفف من كده علشان يبدأ في ممارسة الحياة مرة تانية. لكن الزيارة ما فيهاش مانع، إنما دي نصيحة اجتماعية. الأخ عبد الرحمن إبراهيم من لندن بيقول أنا مش قادر أتوضى، اللي مش قادر يتوضى بهذه الكيفية وعنده سكر يعني مستدام وكذا إلى آخره، وصل إلى مراحل متأخرة في العلاج، التيمم. والتيمم بسيط قوي عند الملكي، يجيب زلطة اللي احنا بنسميها زلطة حصاه يعني، لأن كلمة زلطة مش مستعملة كثيرا في غير مصر، ويضرب عليها على وجهه وعلى ايديه ويصلي. حاجة سهلة خالص، وهذا يكفي بس. وبعدين السيد عبد الرحمن بيقول انه زكاة زوجتي اخدها، ايوه في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اخذ زكاة زوجته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت منال بتقول إن في مشكلة حدثت من قراءة الولد، أولا حدثت له مشكلة، ثم المشكلة دي طب مش معنى أنا كذا إلى آخره. وأنا بدلهم على قسم في دار الإفتاء مختص بحل هذه المشكلات، فأنا بقول لهم علشان يبقى في وقت وفي تفاهم وكذا إلى آخره، إنها تتصل بدار الإفتاء في هذا القسم وتتواصل معهم، وممكن يجلسوا مع الابن ويخرجوه من الحالة اللي هي فيها، ده كنوع من أنواع الإرشاد. وفي خصوصية فضيلة الإمام في هذا القسم جداً، يعني بتعاملوا مع الشخص اللي رايح له بالخصوصية اللائقة، مرشد مثل الطبيب بالضبط، ولكن يعني طبيب يعني إرشاد بالكلام، وده بيبقى في مراحل مفيد جدا طبعا، انه يرشده يقوله يعلمه يناقشه كذا الى اخره، بتبقى فيه سرية وبتبقى فيه خصوصية وبيبقى فيه رحمة، وكل الحاجات هي ماشية على هذا الأساس. الأخ هشام بيسأل عن زكاة المحبس من المال في صورة ودائع وشهادات وكذا إلى آخره. المحبس من المال قلنا مرارا وتكرارا وهنعيد إنه ده شبه بالأرض، فيطلع 10% من العائد، إذا حب يطلع العائد يطلع 10% من العائد. بمعنى أنا حابس 100,000 جنيه، بيجيبولي في السنة 10,000 جنيه، هطلع 10% من 10,000 جنيه اللي هم 1,000. لو طلعت 2.5 على 100,000 هطلع 2,500، فشوف إزاي الفرق. فبقى كثير من الناس بيحطوا مكافآت خدمتهم، آخر خدمة أو كذا إلى آخره، أو تحويشة العمر، بيحطوها في وديعة وبتجيب لهم إيراد. الإيراد ده ما بيكفيش أصلا، فبنقول له طلع 10% عليه، مش 2.5% على الثمر، على اللبن ده، على الناتج، على الفايدة بتاعتك والعايدة بتاعتك، طلع عليها 10% وهذا يكفي. فضلت الإمام بكده نكون وصلنا لآخر إجابة عندنا، وكمان نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكر فضلتك على إجابتك على كل هذه التساؤلات،
وبشكر حضراتكم طبعا على متابعتكم لينا النهاردة. بعتذر لعدد من اللي بعتولنا عدد من الرسائل القصيرة ان احنا ملحقناش ناخدها. نعيدكم ان احنا في المرة اللي جاية نجتهد اكتر علشان نجاوب على عدد اكبر من الرسائل القصيرة. كنا احنا وحضراتكم النهاردة في ضيافة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، ونترككم في أمان الله، وغدا حلقة جديدة من برنامج والله أعلم.